بنبقى عايزين نعرف المصريين خلال كل سنة كده بيدوروا على ايه؟ ايه المواضيع اللي شغلة بالهم؟ يدخلوا على جوجل يسألوا على ايه؟ يمكن كان عندنا قوائم كده من المواضيع الأكثر بحثا في 2023، أخبار بيدوروا عليها في منصات معينة، مواقع معينة. والحقيقة أنا شايفة أنه، ويمكن أنا كنت بقول لكم كده لسه قبل الفاصل، المصريين شعب دايما عنده وعي بكل ما يحاك حوله. احنا مش باصين على نفسنا بس، ولو ان في شعوب كتير في العالم اهم حاجه عندها نفسها. المصريين يمكن من اهم الحاجات اللي كانوا بيدوروا عليها هي حرب الاباده على اخواتنا في فلسطين. دي من الكلمات اللي كانت موجوده على محرك البحث جوجل. ويمكن زلزال تركيا وزلزال المغرب، ازمه السودان، اعصار ليبيا، قرش الغردقه، برضو من الكلمات اللي اخذت بحث كبير عنهم. مواقع زي نتيجه الثانويه العامه طبعا، اكيد تذكرتي بقى، وكل الماتشات والمجهود الكبير اللي عاملاه شركه تذكرتي في كل الماتشات. ادوات الذكاء الاصطناعي برضو الناس كانت بتدور عليها بشكل كبير. طبعا مكتب التنسيق، سكك حديد مصر، طبعا موقع دفع المخالفات المروريه، كل واحد بيدخل بقى يشوف عنده مخالفات قد ايه، او ما يدخلش ويتفاجئ يعني. والحاجات دي الحقيقه برضو مهمه، لان احنا هنا عايزين نقول بقى المصريين دخلوا عصر الرقمنه. كل اللي بيتعمل الفتره اللي فاتت علشان يعني احنا مش سهل، ما كناش سهل بصراحه كشعب ندخل موضوع الرقمنه ده، وكان صعب علينا وكان غلس علينا في البدايه، لكن تحولنا كلنا ان احنا خلاص اتعاملنا مع المنصات دي وتعاملنا مع المواقع دي وابتدينا، وده دليل على كده يعني. يمكن كمان من اكتر الشخصيات اللي الناس عملت سيرش عليها كان امام عاشور، وده طبعا بالتاكيد كان ليه علاقه بصفقه انتقاله للنادي الاهلي. الممثله جوري بكر، واعتقد ده كان لانها لمعت بشكل كبير في مسلسل جعفر العمده. رضا سليم، وده برضو المحترف المغربي اللي يعني راح النادي الاهلي. مسلسلات طبعا كان جعفر العمده متصدر الترند يعني. مسلسل بالطو كمان كان من المسلسلات اللي بتحكي عن كواليس بقى مهنه الطب والدكاتره، وازاي الناس تفاعلت مع المسلسل ده. وكان كمان من احلى الحاجات في مسلسل بالطو ان معظم الابطال كتابه وممثلين كانوا ابطال شباب، وده بيخلي الناس مبسوطه اكتر بالعمل يعني. وان كان العمل جيد لكن كمان ابطاله شباب، ده بيضيف كتير. خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن انعكاسات الكلام ده. يعني ايه؟ يعني ايه المصريين بيدوروا وايه اهميه ده؟ هنعرف بالتفصيل مع الكاتب الصحفي اللي بينورنا النهارده، استاذ محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير اعلام دوت كوم. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا هدير، كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وسنه سعيده عليك يا رب وعلى العالم كله. ربنا يخليك. شايف ازاي القوائم الاكثر بحثا في 2023 ودلالتها؟ أولا شايفها بمفاجآت قليلة، ساعات كنا بنتفاجئ إن في حاجات إحنا ما وعيناش بيها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميديا والناس بتدور عليها، لكن معظم الحاجات متوقعة. عايز أقول كمان إن في فرق، يعني في فرق ما بين الفرق الأساسي ما بين نتائج جوجل والبحث عموما في فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. إن جوجل طبعا جوجل أقدم من 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 السوشيال ميديا، أقدم يعني أو أكثر انتشارا من السوشيال ميديا بشكلها التقليدي، وأعتقد كمان مش مدفوع الأجر يعني. مفيش هنا الحتة دي على السوشيال ميديا، ممكن بيبقى في حاجات مدفوعة الأجر علشان تطلع ترند. ده فرق طبعا من الفروق الأساسية. بس خلينا أقول إنه اللي بيخش جوجل بيبقى حد بيدور على معلومة أو على خدمة، لكن ولا يستطيع الانتظار إنه يعرفها من السوشيال ميديا. يعني حضرتك فتحت الفيسبوك الصبح فعرفتي مثلا إنه الناس بتتكلم إن إمام عاشور هيسيب الزمالك أو هيروح الأهلي، فمش في بعض الناس يقول لك لا أنا هستنى يمكن حد يكتب بوست، لكن في بعض الأخبار والأمور الناس بتروح على طول على جوجل علشان خاطر تكتب وتعرف أخبار من مصادرها أو من المصادر الإخبارية. فعشان كده بنلاقي إن النتائج مختلفة يمكن عن الحاجات اللي احنا ممكن تكون بنشوف الناس بتتكلم عليها كتير كترندات على السوشيال ميديا. يعني ممكن تكون الناس على السوشيال ميديا بتتكلم على طلاق فنانه، على مثلا ازمه، على فيديو عامل ضجه، لكن مش هو ده اللي بيدوروا عليه على جوجل. جوجل دايما بيدي اهتمامات الناس الحقيقيه او الاهتمامات. عشان كده في ثلاث مواقع ليها علاقه بالثانويه العامه موجودين في قائمه العشره. تمام. تذكرتي مثلا وجودها في المركز الثاني معناه بيبين حجم الرغبه في الوصول ليها من اجل حجم الماتشات. اذا في اهتمام من جمهور الكوره.
بيها. مسلسل برضه بنجيب سيرته من شويه، انا شخصيا بعتبر وجوده دليل على انه نجاحه ما كانش نجاح عابر، ان الناس كانت بتدور عليه على السوشيال على جوجل. طبعا معظمهم بيدوروا على حلقات يتفرجوا عليها بطريقه غير شرعيه، بس في النهايه هم دوروا عليه، راحوا نجاح للمسلسل. ايه المسلسل ده؟ تمام. مثلا وجود جوري بكر كان مفاجاه شويه، انه لان هالة صدقي مثلا هي كانت نجمه المسلسل، بس هالة صدقي معروفه الناس عارفاها، ممكن تكتشفي انه كان الناس عايزه تكتشف مين هي جوري بكر، فبيخش يدور على معلومات عنها، بيدل على الاهتمام. النجاح الحقيقي طبعا هو الصمود لده لسنه واثنين انك تبقى موجود، وده دايما بيبقى مش سهل وبيبقى متغير. برضو انت قلت في المقدمه ملاحظه مهمه جدا، هو اهتمام المصريين بالحرب في فلسطين، لدرجه انه حتى جوجل عامله للحرب في فلسطين قائمه لوحدها، قائمه بحث لوحدها في النتائج اللي هم طلعوها، لان هنا ده واحد بقى داخل مش مستني يعرف من بوست ايه اللي حصل النهارده، لا ده عايز يجيب المعلومه بنفسه ويتابع من خلال جوجل مش من خلال السوشيال ميديا. وشايف ازاي اهتمام المصريين بالقضايا الاقليميه على وجه التحديد والقضايا العالميه بالشكل ده؟ انه حضرتك بتتحدث عن انه الناس مش مستنيه تعرف من مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في قضيه زي فلسطين. لا هي طبعا ما بعد 7 اكتوبر ده كان شيء مختلف تماما. دور الدوله المصريه في دعم الاهالينا في القطاع، يعني الدور اللي يعني انا نفسي كان الاخوه في فلسطين بيبعتوا لي عليه من اول يوم ومن ثاني يوم، مش من قبل كل حتى التتابعات دي، ده خلى في تفاعل ما بين الاهتمام الشعبي وما بين الاهتمام الرسمي، فطبيعي الناس بتبقى عايزه تجيب المعلومه اسرع حتى من ان هو يستنى النشره او ان هو يستنى يقراها في جورنان او يقراها في ويب سايت. كمان بيبقى فيه ناس، يعني انا مثلا هتلاقي مكتوب صحراء النقب في النتائج، هتلاقي مكتوب اسماء، اسم طبعا ابو عبيده عشان هو المتحدث، فالناس بتخش تدور على مين فين المكان ده، فين وده من مزايا جوجل انه بيوريك كمان الناس بتدور على انهي كلمه. والتكرار، يعني هتلاقي في ابو عبيده متكرر فين الشخصيات، وموجود في كمان في كلمات البحث الفلسطينيه، فده بيعكس انه الناس مش مستنيه حد يديها المعلومه، الناس بتدور على المعلومه ومهتميه بجد. وهتلاقي كمان مثلا زلزال المغرب، يعني وجود زلزال المغرب، لا احنا مش مجرد بقى بنكتب كلمتين تعاطف على السوشيال ميديا، ده في ناس دخلت تعرف حصل ايه بجد. اوكي، فهنا الجوجل دايما بيوري ان كان في مبادره من المواطن او من المستخدم انه يعرف المعلومه، مش ان هو يستقبلها فقط. صحيح، ويمكن دي اهميه جوجل واهميه ان احنا نشوف النهارده ايه الاكثر بحثا، لانه بيعكس صوره يمكن ما بتبقاش واضحه قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتاكيد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير اعلام.com، شكرا جزيلا على وجودك معنا.